معانا وحلقه جديده من عيش وملح. معاكم توته مراد، وان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده وصفات حلوه جدا. يا رب تكون الاجازه عدت بخير، وتكون كده لو حتى ما خرجناش نكون قضيناه في البيت مع كل الناس اللي احنا بنحبهم، وتكونوا كمان عملتوا الفسيخ والرنجه والحاجات الحلوه اللي كنا مفتقدينها في شهر رمضان، ويا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير. بصوا بقى، انا بما ان يعني ايه حاسه ان الجو ابتدى شويه يدخل في الصيف، هو مش قوي بصراحه، هو جو مش مفهوم الفتره دي، شويه حر وشويه برد، بس عايز الجو ده وصفات ما تكونش فيها وقفه كتير، تكون سهله، تكون شويه وصفات مطاعم. فان شاء الله الاسبوع ده كله هنشتغل وصفات حلوه جدا وفيها حلو وفيها حاجه. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده اول وصفه معانا. هنعمل بافلو وينجز، ممكن اعملها باي قطعيه فراخ، يعني انا هعمل صوص البافلو مع بعض، بنشتريه من بره سعره غالي جدا، لكن احنا ممكن نعمله على قدنا في البيت. مكون واحد هو اللي ممكن يكون مكلف، هي الزبده، وممكن نستخدم اي نوع زبده موجود. طيب تعالوا نشوف المقادير مع بعض. كيلو من اجنحه الفراخ، تمام؟ عندي خطوتين، عندي خطوه الصوص وعندي مقادير التغليفه اللي عاملها للاجنحه. ملح وفلفل، بابريكا، توم بودره، وشويه دقيق حوالي نص كوبايه، مش هاخدهم كلهم بس بالنظر، ونص كوبايه من النشا، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وزيت غزير للقلب. اقدر اعمل الخلطه اللي انتوا شايفينها دي قدامكم لاي نوع او اي قطعيه في الفراخ حابه ان انا اغلفها بتغليفه، ما تبقاش كريسبي بس في نفس الوقت تديني طبقه خفيفه لما اجي انزلها مع الصوص، اخد في الاخر ميكس حلو. الوينجز دي او البافلو وينجز دي بنطلبها في محلات البيتزا، بتبقى طبق كده صغنون ما فيهوش 3 4 وسعره غالي، فاحنا ليه ما نعملوش في البيت بطريقه سهله، وهنعمل ان شاء الله الفراخ كريسبي والرز الريز، ونعمل كل حاجه ان شاء الله مع بعض. طيب كده قلنا مقادير التغليفه. مقادير الصوص بقى، عندي كوبايه هوت صوص، تمام؟ موجود في اي سوبر ماركت في القسم بتاع الكاتشب والمايونيز والحاجات دي كلها، تقدروا ان انتوا تلاقوه، سعره على فكره كمان مش غالي، بس بيفرق قوي، هو اساس الوصفه عندي، يعني الزبده والهوت صوص هما يعني ما ينفعش استغنى عنها. قلنا كوبايه زبده، كوبايه هوت صوص، ومعلقه كبيره عسل ابيض، ودي ممكن تستغنوا عنها بس بتدي طعم حلو قوي، يعني براحتكم، بس جربوا زي ما احنا كاتبين كده هتطلع معاكم نتيجه هايله. ومعلقه كبيره من الثوم البودره، معلقه كبيره من الخل الابيض، ومعلقه صغيره من الشطه، وملح، ربع كوبايه ميه، ومعلقه كبيره نشا. بس كده خلاص، مقادير بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها اي مشكله، وفي الاخر بتاخدي نتيجه للفراخ خطيره، طعمها حلو جدا. طب تعالوا نشوف هنبتدي بايه. بصوا بقى، انا هدي تغليفه للاجنحه، طبعا الجناح بنبقى جايبينه نقول الاجنحه الصغننه، يعني ما تجيبوش الكبيره، عشان دي بقى اولا تستوي على طول، هي ما تاخدش وقت خالص على النار، وفي نفس الوقت برضو تديني طعم حلو، يعني هو الجناح كده بيدخل في بقنا على بق واحد ويخرج بالعضمايه، فعشان ايه ما جابش جناح كبير بتاع فراخ كبيره، نقوا دايما الاجنحه الصغننه. طيب هنعمل ايه بقى؟ بصوا، نلبس كده الجوانتي عشان نشتغل براحتنا بقى، ايه ننطلق، يلا بينا. طيب انا اول حاجه هعملها ايه؟ هاخد الدقيق، الكمية اللي عندي كبيرة فأنا هاخدهم، لكن انتي حطي مثلا المقدار ده، مثلا للكيلو بتاع الأجنحة هتاخدي المقدار ده، لو أقل يبقى سمي المقدار للنص. أنا مش هاخد النشا كلها، وعندي التوابل والبيكنج باودر ضروري جدا، هيدي نتيجة حلوة قوي ويديني طبقة جميلة. يا مدام نادية، يا مساء الخير والسعادة والهنا. مساء الهنا والسكر حبيبه قلبي. عامله ايه؟ عامله شويه اجنحه بقى زي بتاعه المحل بتاع البيت، زيها تستاهل بقك. صدقي ان انا بحب الاجنحه اكتر ما احب الفرخه. انا لا، انا باكل الصدور، طعمهم جميل، بتبقى جميله، وبعدين الخلطه دي هتعجبك قوي لو جربتيها، وسهله اكيد وتاخد وقت. اكيد انت جميل وبتعمل كل جميل حبيبه قلبي، ربنا يفرح قلبي. وايه الشياكه دي بقى؟ شفتي كل يوم شياكه كده، راجعين بقى من الاجازه كده بتاعه العيد، قلنا ايه نديها اصفر النهارده. اكيد اكيد انت جميله في كل حاجاتك. انت عامله ايه؟ وحشاني كتير والله. والله وانت وحشاني جدا، وبستنى مكالمتك من الحلقه للحلقه. الله يخليكي يا حبيبتي، ان شاء الله استناكي كده على المطار كده وانت جايه من العمره. يا رب يا رب، اللهم امين، احنا وانت اجمعين. وكل كاست البرنامج الجميل اللي عندك، كل سنه وانتم طيبين وعودا حميدا كده ان شاء الله. يا رب دايما السفره بتحفنا بكل جميل والله. حبيبتي بشفتها لكلهم، كلهم احلى من بعض والله. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا توته، وتسلم ايدك مقدما يا حبيبتي، يسلم لي عمرك، ودايما يا رب صوتك منور قناه الطبخ. الله يخليك الله يخليك يا حبيبتي، مع الف سلام. مع السلامه. طيب بصوا بقى، انا عملت ايه؟
حطيت المقادير بتاعت الخطوه الاولى اللي هي ايه؟ الدقيق والنشا والتوابل وشويه ملح وفلفل. بس خلاص، وحطيت الاجنحه بتاعتي. نقطه بقى مهمه جدا، عشان اخد طبقه حلوه لازم الاجنحه بتاعتي تبقى ناشفه، يعني ما اجيش انا مثلا هغسلها. من الناس مثلا غسلتها بقى بليمون بدقيق بملح باي حاجه عندي، احطها في مصفى وانشفها كويس جدا. ليه؟ عشان الميه دي هتخلي التتبيله بتاعتي هنا تتزحلق، وانا مش عايزه ده. فعايزه ان انا لما اجي احط عليها الطبقه الخارجيه دي، بصوا مهما عملت كده مش هتروح ازاي، اهي الجناح اهو زي الفل. عايزه اقول لكم ان احنا لو عملنا كيلو او 2 كيلو، طبعا هي الاجنحه سعرها مش غالي قوي مقارنه ببقيه سعر الفراخ، لو عملنا حتى 2 كيلو وعملنا جنبيهم شويه رز وحمرنا بطاطس بقت وجبه خلاص. ممكن حتى نستغنى عن الصوص البافلو ده، بس انا قلت ايه، بما انكم بتحبوا قوي الحلقات اللي بيبقى فيها اكلات المطاعم، وانا هركز ان شاء الله الفتره الجايه على الاكلات دي عشان بتعجبكم جدا، وبنبقى حابين ان احنا نعمل حاجه في البيت لاولادنا تكون سهله وتكون بسيطه. طيب انا هعمل ايه؟ عندي الزيت سخن جدا، يعني قبل ما نطلع على الحلقه وانا مشغله عليه النار، اروح واخده كده ومنزلاه، بشيل بس كل الدقيق الزياده اهو، بشيل كل الدقيق وببتدي ان انا انزل بالاجنحه. اكله سهله وبسيطه ومش مكلفه قوي، يعني لو جبت زي ما قلت لكم كده 2 كيلو هدلع نفسي بيهم، وهتبقى برضو ايه، ما افورناش الميزانيه. هنزلهم كده تدريجيا عشان مش عايزه الزيت بتاعي يبرد، واحده واحده. الكميه دي كبيره، فانا ممكن انزل انا يعني اقليها على مرتين. عايزاكم بقى تجربوها وتبعتوا لي. طبعا طول الفتره بتاعت وصفات العيد كان في تطبيقات هايله، يعني كان في شويه تطبيقات خصوصا للحلقه بتاعت الرنجه، كان في تطبيقات لموس الرنجه يعني مش قادره اقول لكم قد ايه. فيعني ان شاء الله تجربوا دي كمان وتطلع معاكم حلوه. اولا الاجنحه ما بتاخدش تسويه كتير، يعني ما بتاخدش وقت، وانا لسه يعني هنزلها في صوص وممكن تتقلب شويه حبه على النار، فبالظبط هي 10 دقائق الدور بتبقى عندي جاهزه زي الفل. فانا ممكن في المرحله دي انزل مثلا كام واحده كمان ونشوف مثلا كده ايه. بص ما بتاخدش وقت خالص. لا ده في تشيز كيك، لا في تشيز كيك النهارده، احنا لازم ندلعهم اول يوم. هشيل لك اتنين وصايه، اتفقنا؟ شوفوا حرقنا الوصفه اللي احنا عماله اقول ايه، محد ما نطلعش مقادير بتاعت التشيز كيك، ما نجيبش سيره التشيز كيك، عشان هعملها لكم مفاجاه. هنعمل تشيز كيك مخبوزه، هخليكي تعمليها كانك قايمه تعملي كوبايه شاي بنعناع، يعني شوفي السهوله بتاعتها بخطواتها بمقاديرها بتفاصيل التسويه بمدة التبريد بكل حاجة. يعني زي ما نقول ايه، هنشرح النهاردة اصول التشيز كيك المخبوزة الامريكي بكل سهولة، هخليكي تعمليها كده على طول. طيب تعالوا نشوف هنا الدنيا اخبارها ايه. عايزة اقول لكم الريحة روعة، يعني توابل بسيطة، مقادير سهلة، مفيش اي حاجة صعبة تخليك ان انت ما تعمليش الوصفة دي. طيب بصوا اللي انا كنت بتكلم فيه اهي، يا دوبك يا دوبك في تغطية للجناح من غير طبق مقرمشه، انا ما بعملش فراخ مقرمشه، انا بعمل اجنحه ولسه هتتغطى بصوص. شايفين بقى الجمال، الريح حلوه جدا وما بتاخدش وقت. ممكن ازود بقى في المرحله دي، يعني طالما لقيت ان في مساحه اقدر ان انا ازود فيها بزود عادي. ناخد كده. عارفين الوصفه دي برضو تنفع في ايه؟ لو في ماتش، يوم ماتش مثلا واحنا متجمعين، متجمعه بقى عند مامتك، عند حماتك، عند اي حد من مع اصحابك، تقدري تعملي كده ايه، تخشي عليهم ب 2 كيلو اجنحه والمكونات بتاعه الصوص، واقعدوا بقى ازقزوا قدام الماتش، بتبقى حلوه جدا وبتبقى عامله زي ايه، النقنقه، يعني مش وصفه كامله، بس هي بتبقى نقنقه حلوه جدا وبتبقى طعمها تحفه. يعني يا دوبك زي ما قلنا كده 10 دقائق بالكتير تبقى جاهزه وزي الفل. وصفه بسيطه ما بتاخدش وقت، يعني مش محتاجه ان انا اجهز حاجه من قبلها بليله او من قبلها بساعه، لا الموضوع عندي بسيط جدا. اهو نكمل قلي وهنعمل الصوص دلوقتي حالا مع بعض. وصفات حلقه النهارده كلها سهله وبسيطه ومش تاخد وقت مننا خالص، والنتيجه في الاخر حلوه ان شاء الله. بس كده انا هسيبهم بقى عندي هنا يكملوا كده تسويه، والنار حاميه طول مده التسويه، مش عايزه النار بتاعتي تبرد تماما، لاني عايزه الطبقه اللي موجوده فوق بغض النظر انها مش طبقه مقرمشه،
لكن عايزاها تفضل متماسكه، فعايزاها طول ما النار شغاله عاليه طول ما الكفر بتاعي ده او الطبقه دي هتفضل ماسكه على جناحه مش ممكن تسيبه ابدا. تعالوا بقى نبتدي نشتغل في الصوف. الصوف بقى فيه ميزه ايه؟ كله على بعض، مفيش حاجه قبل حاجه، ودي ميزه. انا بعشق الوصفات اللي هو ايه، نحط 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 قلب سلام عليكم بس الموضوع انتهى. تعالوا ناخد فاصل قبل ما اركب الصوص، لسه عندي حبه وقت حلوين معانا ان شاء الله ساعه كامله على الهوا نعمل فيها كل حاجه مع بعض سوا. فانا هكمل قلي بقيه الاجنحه وناخد فاصل ونرجع لكم من تاني، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم وكملت الدور التاني بتاع الاجنحه. عايزه اقول لكم دي لوحدها كده تتاكل، يعني الموضوع حتى مش محتاج صوص، بس في الاخر هتاكلي شويه اجنحه بصوص البفلو حكايه ما دوتيهاش قبل كده. تعالوا نشوف بقى هنعمل صوص البفلو ازاي، انا ما رضيتش حتى اركب المقادير الا لما نرجع من الفاصل. طيب بصوا، انا معايا اي كزرولة او اي حله بحط الزبده اهو، وبحط الهوت صوص تمام، وبحط شوية الخل. النشا مش دلوقتي، الريحة بقى ابتدت تظهر، ريحة صوص البفلو اللي احنا بنروح نشتري من بره زازة قد كده صغنونة برقم، وشوية العسل. عسل ده بقى بيدي ميكس خرافة، مش قادر اقول لكم بيبقى طعمه حلو ازاي. شوية عسل، مش حابين خلاص استغنوا عنها خالص. عايزين تحطوا شوية ورشستر شاير مثلا ممكن، بس انا ما حبيتش احطه. ليه؟ سهل ان انا اجيب الزبده وسهل ان انا اجيب الهوت صوص، لكن عشان اجيب ورشستر فموضوع هيبقى مكلف شويه، ومش مش لو انتم مش واخدين عليه في الاكل مش هتعرفوا توظفوه في اي وصفه ثانيه. فهنبقى اشترينا ازازه برقم، هي مش غاليه قوي، بس هنبقى اشترينا ازازه مش عارفين نوظفه. وانا ما بحبش، يعني ما بحبش النقطه دي، احب دايما لما انقل ليكوا وصفه يبقى حتى لو اشتريتوا الهوت صوص ده ازازه كبيره هتقدروا توظفوه في اي حاجه ثانيه. اقدر اتبل بيه فراخ، اتبل بيه لحمه، احطه اعمله ميكس مع دريسنج مثلا بتاع سلطه، احطه في تتبيل الفراخ البانيه بيبقى خطير. لو هعمل ستريبس برده بيبقى حلو مع سندوتشات للولاد كده، لو عامله مثلا سندوتشات كريسبي او برجر ايا كان هو ايه بيمشي، وسعره مش غالي. لكن الوشستر يعني ممكن نقول سعره غالي شويه، ويعني ايه مش فارق قوي في الوصفه. انا بعمل ميكس بس كده، ايه نقلب الحاجات اللطيفه دي مع بعض، نعمل دي كده ونعمل دي كده اهو. طبعا هو الزيت هدي، هو البوتاجاز فصل اصلا. نعلي كده النار دي اهو. عندي وصفه جايه مش قادره اوصف لكم حلاوتها وسهولتها، وبتبقى حلوه جدا لو عندي عزومه، لو جايلي ضيوف كده عايزه بقى ايه ادلعهم، اكون عزيزه على قلبي وعايزه اعمل لهم وصفه. الوصفه جايه دي مخصوصه للعزايم اهو. انا بس مش بعمل حاجه، ممكن ازود شويه ملح بقى وشويه فلفل اسود، وهستنى الزبده بتاعتي تسيح ويبقى معايا احلى صوص بافلو للوينجز. بس لا، لاي حاجه في الدنيا عايز تحطي عليها صوص بافلو او انت متعوده بتشتريه من بره عشان تعملي بيه وصفات تانية، خلاص انا جبته لك لحد عندك بطريقه سهله جدا. ينفع استخدم زبده نباتي لان سعرها مش غالي، مش هتفرق خالص في الوصفه دي. ينفع استخدم زبده اي نوع اي نوع، يعني اقفي كده قدام ثلاجه الزبده نقي اي قالب مناسب مع السعر اللي انت حاطاه او البادجت بتاعك هتمشي معاكي في الوصفه دي كويس جدا. تعالوا نشوف بقى الوصفه اللي بعدها. انا لسه الوصفه دي فيها خطوه، اللي هي انهي خطوه دي؟ الميه والنشا. بصوا حابين الصوص يبقى تقيل شويه هنحط الميه والنشا، يعني انا بالنظر انا معاكم واحده واحده، ما رضيتش احطه من دلوقتي عشان نشوف هل محتاج شويه ولا لا. لو مش محتاج خلاص يبقى مش هحطه. واخد نظره كده على الحلاوه اللي عندي هنا، الموضوع روايح حله. طيب تعالوا على ما الصوص بتاعي يبتدي يجهز تعالوا نشوف الوصفه جايه عندي ايه. هنعمل بطاطس جراتان. بطاطس جراتان دي بطاطس بتستوي في كريمه مع شويه كده اعشاب بسيطه وزبده، بيبقى طعمها روعه. الناس اللي بتحب البطاطس الوصفه دي تبقى حلوه جدا ليكم. تعالوا نشوف المقادير. معايا كيلو بطاطس شرايح رقيق، يعني ولا تقطيعه ورق ولا تقطيعه صينيه البطاطس العاديه، هتشوفوها دلوقتي معاكم وسط، همسك واحده برده عشان تشوفوها. كوبايه من الحليب، كوبايتين من كريمه الطهي، لو مش عايزه استخدم كريمه طهي عادي جدا ممكن استغنى عنها واستخدم حليب بس، بس ازود شويه نشا تمام. اهو ماشيين واحده واحده مع بعض. اربع فصوص من الثوم شرايح، او ممكن تحطيه مفروم لو انت عايزه طعم الثوم يبقى واضح قوي في الطاجن او البايركس بتاعي ماشي.
روزماري وملح وفلفل، معلقتين زبده وجبن. الجبن عندي هنا هنقول ان الجبنه الاصفر دي اساسي، الاحمر مش اساسي، ممكن تستغني عنها، بس في الاخر الاتنين بيدوا ميكس روعه، بتحطه على الوش لكن ممكن تستغني عنها. بس كده خلاص، نص كوبايه جبنه شيدر احمر وشيدر اصفر، ممكن تحطي موتزاريلا، تحطي اي نوع جبن عندك، حتى لو عندك بواقي جبن تقدري تستخدميها في الوصفه دي. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. نجيب كده معلقه ونبص برضو. بصوا بقى الجمال، الصوص ابتدى ايه يتقل اهو، ابتدى يقول ريحته حلوه قوي، بس هنحتاج نزود شويه هوت صوص، فانا ممكن اهدي عليه النار لان عايزه لونه يبقى متحمر قوي، يعني هو لونه حلو بس عايزاه يبقى احمر اكتر من كده، فانا هدي عليه النار، نعمل كده مثلا عشان بس ايه، كل ما بيغلي كل ما هيبتدي يتقل ويبتدي يتبخر منه كميه فالكميه تقل، فانا بس هديت عليه النار عشان نشوف هنعمل ايه في البيت. طيب ادي عندي كوبايتين الكريمه، ما عنديش كريمه هستخدم المقدار كله حليب وازود معلقتين دقيق، وادي الحليب، واستخدموا بقى لبن بلدي، يعني مش هقول الوصفه دي الحلاوه فيها ان الوصفه تبقى دسمه، يعني البطاطس بتبقى مستويه جوه، الكلام ده ولا مسلوقه ولا متشوحه ولا مقليه ولا اي حاجه، انا عايزه البطاطس وهي بتستوي تفضل طول مده سوا بتشرب من الكريمه والثوم والحاجات دي، فتبقى وصفه حلوه قوي. هحط كمان الروزماري والثوم، لو جربتوا الوصفه دي بجد هتحبوها جدا وهتقولوا يعني احنا ازاي ما جربناش قبل كده. ايوه بص حالا للفرن، وهملح طبعا عشان البطاطس بتحتاج، انا خايفه تقعي بصراحه، خلينا هنا ايه في الامان، ناخد نظره كده للفرن. الريحه تحفه، بس ممكن هدي النار شويه. طيب عملت انا ايه، هنملح طبعا، وزي ما قلنا محتاجين شويه ملح حلوين عشان البطاطس، نقول مثلا الكميه دي هنحتاج معلقتين صغيرين من الملح، ويفضل بقى في الوصفه دي استخدم فلفل ابيض، ليه؟ عشان عندي بطاطس فاتحه والكريمه فاتحه، فمش عايزه ان انا احط حاجه تغمق لي صوص، فيعني لو متاح، مش متاح خلاص استخدمي زي، انا مش عندي دلوقتي فاستخدمت الاسود عادي. اعمل ايه بقى الكلام ده، بغليه على النار ليه؟ اولا الحاجات تشرب مع بعض من بعض، الروزماري يبتدي يتعرض لسخونه فينزل كل الطعم والروائح اللي فيه، الثوم يبتدي ينكه اللبن، ففي الاخر هتاخدي ميكس مع البطاطس روعه. ندي بس تقليبه كده، ما عنديش حاجه مستاهله تقليب كتير، بس عشان ايه الملح والفلفل يندمجوا مع بعض، وبرفع الكلام الحلو ده على النار بس كده، بس كده. بس شفتوا السهوله اهو، اروح واخده الكلام الحلو ده، ممكن بقى نشيل ده لحد ما ناخد نزود الهوت صوص، ومش هيحتاج نشا على فكره، يعني بصوا بس انا بقى الريحه، الريحه فظيعه بتاعت البافلو، الناس اللي غاويه الوصفه دي لو جربتوها هتحسوا انه فعلا زي بتاع بره، يعني الميكس الازازه الجاهزه دي او اي حاجه فيها بافلو صوص جربتوها بره هتقولوا ان نفس الطعم بالظبط، ويمكن كمان احلى عشان انتوا عاملينه على ايديكم. بصوا القوام بتاع الصوص عامل ازاي اهو، شايفين روعه ريحته تجنن. ناخد الحته دي اهو بس كده، والزبده مع الهوت صوص عاملين شغل حلو جدا. نقلب بقى الكلام الحلو اللي عندي هنا ونروح نرص ايه البطاطس بتاعتنا، يعني متهيألي مفيش حد بيحبش البطاطس، من الوصفات اللي كل الناس بتحبها، ومن الوصفات على فكره اللي بيطلع منها شغل كتير قوي، يعني نوع حاجه او يعني مكون بيطلع منه وصفات كتيره جدا، فنقدر ان احنا نوظفه في حاجات تانيه كتير. بفكر والله اعمل لكم حلقه كامله عن البطاطس، يعني نعمل وصفات كتير بالبطاطس، حاجه رخيصه مش مكلفه موجوده في السوق طول السنه، مش محتاجه موسم معين، فهتبقى حلوه جدا. فهخلص الحلقه واكتبها على طول ان احنا نعمل حلقه مخصوص للبطاطس. طيب تعالوا نشوف كده يا ام حماده. يا صباح الفل، ازيك يا توتة؟ صباح الهنا والسعاده، منوره شيف سفره. يا ربي يخليكي، كده نار بصوتك ووجودك. ده والله انا بدور عليكي والله في كل مكان حبيبه قلبي، ربنا يكرمك. ايه القمر المنور ده؟ والله صوتك اللي حلو ومنور القناه كلها. ده انت جميله يا توتة، ده من زمان متابعاكي. حبيبي على راسي والله، الله يكرمك. الله يخليك وتسلم ايدك. تسلم عيونك يا رب، وان شاء الله دايما راضي عن البلد. سلامي مدام ناديه. طبعا دي حبيبتنا. دي حبيبتنا كلنا. والله ربنا يعلم معزتها في قلوبنا.
طبعا حبيبه قلبي. طبعا مدام ماجده الغاليه، ربنا ما يحرمنا منها ولا منكم ولا من كل الناس الحلوه اللي بتتفرج علينا. صباحك هنا وسعاده يا ام احمد اسكندريه. انا من عشاق اسكندريه، يعني انا اسكندريه دي ليها حته في قلبي كده. اي حد اتعامل معايا يقول لي اسكندريه هات حضن بقى، يعني اي حد لما حد من متابعيني مثلا بيقابلني في اي حته واعرف انه من اسكندريه، لا بقى انت ما بتتسلمش من بعيد، تعالي بقى ايه حضن مطارات كده. اني بحب اهل اسكندريه جدا وليا يعني طقوس كده، دايما في الشتاء لازم اروح اسكندريه في البرد في شهر 12 كده، بتبقى اسكندريه حلوه جدا. اسكندريه حلوه طول السنه بس شهر 12 في الشتاء بالذات بتبقى حلوه جدا. طيب بصوا بقى البطاطس بتاعتي، اخد نظره الاول على الفول من قلبي مش مطوعني، افضل قاعده كده ايه. لا ده انتوا تيجوا بقى تشوفوا الجمال اللي حصل عندي هنا. بصوا بقى الحلاوه والشكشكه، شايفين؟ يعني مش هتشوفوها قوي. طيب انا هطلعها، مش هحرمكم من حاجه، هطلعها لكم بس ايه، نحط البطاطس واطلعها لكم اوريكم الفكره. وبقيه الاجنحه على فكره عندي بتستوي برده مكمله، بس انا مهديه النار. دي تقطيعه البطاطس، يعني انا مش عايز تقطيعه تكون ولا اكتر من كده ولا اقل من كده، يعني السمك ده بالنسبه لي هي ليه؟ عشان البطاطس هتستوي في كريمه، فلازم ان انا اراعي مده التسويه، ما الاقيش ان الكريمه عندي عماله تفور والبطاطس لسه ما استوتش، فلازم تبقى بالسمك الصغنن ده، يعني نقول مثلا ايه نص عقله اهو، شايفين؟ مش اتخن من كده عشان تستوي مظبوط. طبعا اللي انا مجهزاه من قبل الهوا معايا وقت بقى، احنا جايين من بدري، فاحنا قعدنا نرص ايه بطاطسايه بطاطسايه، لكن انا هنا عشان ارص بطاطسايه بطاطسايه هلاقيهم بيقولوا لي نختم، ولا هكون كملت بقى التشيز كيك اللي انا عماله اعشمكم بيها، ولا هبقى عملت حاجه. فانا للاسف للاسف يعني اعذروني، انا هحط البطاطس كلها لكن انتوا ما تعملوش الحركه دي، احنا معانا وقت في البيت. يعني انا في البيت كمان بعملها ايه بقى، في بايركس مدور، فبتبقى ملفوفه كده زي اللي هي ايه المصفوفه، بتبقى شكلها حلو قوي، لكن هنا يعني ايه اعملوا نفسكم مش شايفين. لكن هي حلاوتها خصوصا بقى لو ايه عندي عزومه، اكيد مش هروح حطها لهم كده هيله بيله في الطاجن واقول لهم اتفضلوا، ده انا عماله اقول لكم وصفه عزايم ووصفه حلوه ووصفه جميله، ما اجيش بقى حاطه البطاطس كده، فما تعملوش زي اهو. هو بيطلع والله شكلها حلو برده، بس انا من الناس اللي بحب ايه ان الحاجه طالما جاي لي عزومه يبقى لازم الحاجه تطلع على الشعر ما فيهاش غلطه، فهتاخد وقت شويه مننا لكن في الاخر النتيجه هتبقى مرضيه جدا. طب تعالوا نشوف اللي بعده بقى، نشوف هنا الاخبار بقت ايه. من الحلل من الحلل على طول. طيب هناخد فاصل، لسه عندي الخليط ده ما سخنش، لازم يسخن كويس قوي عشان التوم والروزماري يبتدوا ينزلوا كل الطعم الحلو اللي فيهم، وهطلع كمان اللي في الفرن الحلوه بتاعتي دي. هناخد فاصل سريع، اوعوا تروحوا في اي حته، استنوني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غفتش عليكم، والريحه هنا عماله تحلو اهو، هيبتدي بس يسخن، يعني نسيب مثلا نقول قد ايه على النار، يعني اول ما يبتدي يغلي نحسب بالظبط 3 دقايق هيبقى عندي مظبوط وزي الفل. طيب هنستنى ده دلوقتي وهوريكم بقى موضوع التسويه. بصوا ده، لا اوعى الرصه تبوظ بقى، ده انا عماله احب لكم في الرصه واقول لكم وقفنا فيها وبتاع كده. هو استوى، بياخد وقت قد ايه في الفرن؟ بياخد حوالي 45 دقيقه. بغطي الفويل اول نص ساعه، وبعد كده اخر 15 دقيقه ببتدي ان انا اكشف الفويل واخليه عندي يتحمر، ياخد وش كده اطلعه، وبعد كده ابتدي ان انا بصوا شكله بقى خطير. ودول شويه التحمير ده من الكريمه وهي بتغلي، ما تقلقوش منه خالص. هعمل ايه في المرحله دي بقى؟ خلاص هو عندي بطاطس استوت، هروح واخده جبن بقى حبه حلوين. على فكره الجبن اختياري، ممكن ما تحطوهاش، يعني لو مش حابين استغنوا عنها ولا كانكم سمعتوا حاجه، بس هي بصراحه بتدي طعم حلو. ممكن اكتفي بنوع جبنه واحد، يعني مش لازم احط نوعين، بس انا مدلعاهم، يعني ايه نعمل وصفه بقى نتوصى بيها عشان ياكلوها بالهنا يا رب على قلوبهم. وبس كده، شايفين بقى شكلها حلو جدا. هدخلها بس تحت الشوايه الجبنه تسيح، وحبايبي بس في الكنترول يفكروني لحسن ننساها، وعمال اقول لكم بقى جبنه وحركات، فايه يا دوبك 5 دقايق ان شاء الله وتكون طالعه. دي اهو ما بتاخدش وقت خالص تحت الشوايه، نعمل كده ولا كاننا عملنا حاجه. طيب اهو عندي بيغلي والزبده ساحت، خلاص انا مش محتاجه اي حاجه ثانيه، اروح واخده الكلام الحلو ده. بصوا بقى كمان ناخد مثلا
نجيب كده بوله فاضيه. لو عايزين تحطوا الروزماري اثناء التسويه براحتكم وتشيلوه بعد كده ماشي، بس انا بصراحه بحب اشيله في الاول. خلاص هو نزل كل الطعم الحلو اللي فيه، اوعى تقع اهو. الثوم مش بشيله، واحنا حاطين عود واحد. خلاص بعد ما عندي الثوم نزل الطعم بتاعه والملح والفلفل والكريمه مع الحليب، بروح واخده الكلام الحلو ده كده نازله بيه على البطاطس. ودوقي بقى احلى جراتان بطاطس في الدنيا بكل سهوله. الكريمه عندي ما بتوصلش لوش البطاطس، خدوا بالكم برضو. عارفين انا طالما فضل عندي مثلا شويه من الصوص ده بعمل ايه؟ بروح اعمل شوربه مشروم بالكريمه. ما بنرميش حاجه ابدا، اي حاجه بنحاول نوظفها. عايزه اوريكم بس ايه، مش عايزاها تغطي البطاطس يعني كده. حلو جدا، شايفين السمك بتاعها هايله. واروح بقى قافلاها بورق فويل كويس قوي، واروح مدخلاها فرن سخن على 180 لمده 45 دقيقه اجمالي التسويه. بس انا بدخلها الاول بالفويل حوالي 30 دقيقه، وبعد كده ببتدي ان انا اكشف الفويل عشان تتحمر، عشان بس ايه تبقوا فاهمين تفاصيل التفاصيل. انا عملته صغنن قوي بس ماشي. عايز تحطي ورقه زبده قبليها براحتك. ريحه الخلطه اللي احنا سقينا بيها البطاطس دي تحفه، يعني ريحتها زبده مع كريمه مع توم مع الروزماري او زعتر كمان لو انت حابه في الاخر، بتاخدي ميكس نكهات مع البطاطس الدايبه بقى خرافه. تعالوا بقى ندخلها الفرن ونشوف بقى ايه البيك بوس على الحلقه النهارده. ناخد كده الكلام الحلو ده، الجبنه خلاص بتسيح اهي وريحتها خطيره. انا هحطه على ارضيه الفرن بس عشان ايه مفيش مكان عندي، لكن انتوا حطوه في الرف الوسط. دي قدامها بالظبط دقيقتين وتبقى خارجه عندي. تعالوا بقى نشيل حاجتنا كده مكان الفراخ والبطاطس، ونعمل اخر تركيبه بتاعه ايه البفلو. بصوا انا زودت شويه هوت صوص، ما حطيتش الميه والنشا. لو انتوا حابين الطبقه تبقى تقيله اتقل من كده ماشي، زودوا الميه بالنشا. هنعمل ايه؟ هنحط الميه على النشا، النشا على الميه البارده، واقلبهم على البارد وانزل بيهم يا دوبك غلو واقفل. لكن انا بصراحه حاسه ان الصوص كده خرافه. بصوا بقى الجمال ينزل ايه يتدلع. الله، وكتروا الصوص ليه؟ عشان الفراخ تشربه كده، تحسي ان الموضوع النكهات كلها داخله مع بعض. ناخد سباتيولا كده تانيه ونقلب كله مع بعض. عايزه اقول لكم ان الاجنحه مستويه بنسبه 100%، فانا بصراحه مش طالعها على النار تاني. ريحتها خطيره بس كده خلاص. شايفين بقى ازاي اللي انا كنت بتكلم فيه؟ بصوا عشان برضو انا بحب اشرح لكم تفاصيل التفاصيل. الطبقه اللي انا كنت بتكلم عليها اللي انا عملتها بالنشا والدقيق، خلت الفراخ عليها طبقه لكن مش مقرمشه، طبقه متغلفه بالصوص البفلو ده، فعامله ميكس خطير. فما تزودوش الكميه او ما تحطوش كميه كتيره منها، يا دوبك بس تتغلف زي ما شفتوا في اول الحلقه وبس خلاص، ما عنديش حاجه ثانيه. يبقى دي جاهزه عندي للتقديم. وشكلها شلكوا دي عشان ايه، خرافه. شويه الصوص دول بس شطه طبعا، ايه اوفر شطه، بس هي للناس اللي بتحب الوصفه دي، هم اكيد عارفين ان هي بتبقى حرقه. تعالوا بقى نشيل دي كده، واعتقد هطلع كمان طاجن البطاطس. الله، بصوا بقى الجبن يا دوبك الجبنه ساحت. عايزه بقى رشه روز ماري كده، ارشها حالا معاكم وتبقى خلاص. او بصل اخضر ولا لا؟ خلينا عشان مفيش بصل اخضر عندي في الموضوع. شفتوا بقى اللي انا عماله احكي فيه من الصبح؟ ما انا اقول لكم سهله وشيك جدا في العزايم. وقعدوا بقى رصوا ايه، بطاطسايه بطاطسايه كده زي ما قلت لكم وبس. هطلع واحده عشان اوريكم بطاطس مستويه في الاخر، ما تقلقوش. عارفه ان انتوا الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لكم.
حاجه كده سريعه وسهله زي ما قلنا البطاطس ليها مليون طريقه ومليون وصفه، وحاجه كده نقدر نطلع منها كذا وصفه، يعني الحاجات اللي بتقبل اضافات كتير. طيب تعالوا بقى خلاص نشيل دي كمان، ندخل على البيك بوس بقى اللي هو ايه؟ التشيز كيك. هنعمل التشيز كيك مخبوز سهل جدا وسريع، وتشوفوا ان شاء الله نتيجته اللي انا يعني اللي انا مجهزاه قبل اهو، تشوفوا نتيجتهم حلوه ازاي وشكلها بيبقى مغري جدا، وتبقى شيك قوي لو انت رايحه مثلا لحد زياره تعملي له علبه كده فيها تشيز كيك مشكل بقى شوكولاته فاكهه اي حاجه عندك. تعالوا نشوف دي اهو. طيب عندي 100 جرام بسكوت، تمام، بسكوت اي بسكوت موجود عندك، بس اقول لكم بس حاجه صغنونه واحنا شغالين عشان تعرفي نسبه الزبده مع البسكوت تظبطيها ازاي. 40 جرام زبده المفروض يعني هنسيحها، بس هنشتغل على كده على طول. معلقه كبيره من الميه، والميه ضروري جدا ليه؟ بتدي رطوبه عندي للبسكوت، فمهما قعد في الثلاجه ما ينشفش، يعني لما تيجي تقطعي التشيز كيك مثلا لو انت عاملاها فورمه كبيره، شويه الميه دول بيخليها تتقطع بسهوله، بيخلي البسكوت فيه رطوبه فما يقطمش معاكي ما يفرولش معاكي، فضروري جدا اهو دي حبه الميه دي. طيب تعالوا نشوف بقيه المقادير. عندي 200 جرام جبنه كريم، وهنا بقى نقف شويه، ما ينفعش استخدم الجبنه الكريمي اللي بالكيلو للاسف، يعني عشان انا هعمل وصفه على اصولها ما ينفعش ابدا استخدم الجبنه اللي بالكيلو اللي من السوبر ماركت اللي بتبقى في قسم الجبن خالص، مش هتنفع معاكي وهتبقي بوظتي المقادير كلها، فلازم لازم نشتري جبنه كريمي سواء مربعات او العلبه اللي هي بيبقى 150 جرام 350 جرام على حسب. 100 جرام زبادي حوالي مثلا كوبايه، كوبايه زبادي مش كوبايه معياريه. 50 جرام من السكر حوالي معلقتين كبار. عندي كمان معلقه صغيره من عصير الليمون، ودي ضروري مش بيبان طعمها لكن بتظبط طعم السكر في الوصفه. واحد بيضه، معلقه صغيره من الفانيليا سايله او بودره براحتك، و10 جرام دقيق حوالي معلقه كبيره، تمام اهي. هقول لكم برده احنا شغالين المقادير بالكوبايات عشان لو حد ما عندوش ميزان، مع اني دايما باكد عليكم موضوع الميزان ده ضروري جدا جدا في الحلويات. هعمل حلويات يبقى لازم اشتري ميزان، وقلت لكم قبل كده ان سعره مش عالي. ادي عندي الزبده، بصوا لو انا مستخدمه، انا مش عايزاها تقدح، انا بس عايزاها تسيح اهي. حالا حط الزبده على البسكوت وناخد فاصل سريع. طيب بصوا هقول لكم بس على يعني حاجه معينه كده ضروري، لو انا مستخدمه بسكوت مش بزبده يبقى عندي كميه البسكوت نصها زبده، بمعنى ان انا مثلا عندي 100 جرام من البسكوت، بسكوت شاي يعني مش بسكوت بزبده، يبقى احط نصه زبده. انا حاطه 40 جرام لاني حاطه شويه ميه. لو انا مستخدمه بسكوت بزبده يبقى احط كميه اقل من الزبده، يعني مثلا لو 100 جرام بسكوت بزبده يبقى احط 30 جرام زبده، يعني يا رب تكون الفكره بس واصله لكم. انا هحط خطوه البسكوت على الزبده وناخد فاصل سريع. بصوا ادي البسكوت وادي الزبده والميه اهو. هعمل انا ايه بقى؟ اعرف ازاي ان البسكوت اكتفى من الماده الدهنيه؟ هوريكم حالا. اخلطهم بس مع بعض كويس، كنت حاطه رشه قرفه كمان، يعني لو كان عندي شويه قرفه كنت حاططها شعره قرفه كده، حاجه بسيطه بتدي طعم حلو جدا. ممكن احط سكر بني، ممكن احط سكر عادي، ممكن احط معلقه قشطه، اقلل الزبده شويه احط قشطه. بصوا بقى اعرف منين؟ هاخد شويه من البسكوت واخد كده اتشكل معايا بالشكل ده يبقى الزبده تمام. انا شغاله ميزان فعشان كده الموضوع طالع بالشعره، فطالما اتشكلت يبقى عندي جاهز. هناخد فاصل سريع ونرجع لكم، اوعوا تروحوا في اي حته عشان نعمل مع بعض احلى تشيز كيك في الدنيا. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم، انا لو وقفت هنا كده ساعه مش هزق من التزيين بتاع الحاجات الحلوه اللي عندي. تعالوا نروح هناك عشان ما احرقش عليكم الحاجات الحلوه اللي هنا، نكمل وصفات وبعدين نبتدي نشوف التزيين مع بعض ان شاء الله نلحق. طيب بصوا بقى انا عملت ايه؟ جبت صينيه بتاعت الكب كيك، حطيت فيها ورق موجود في اي سوبر ماركت ومحلات الادوات المنزليه على فكره، محلات 2.5 كمان عندها الورق ده، مش فارق اي ماركه هاتوها، بس هاتوا لون فاتح عشان ما يطبعش على الكريم، تمام. يبقى هجيب ورق الخبز بتاع الكب كيك، اوكي، هحط في كل واحده من كل عين
حط معلقه كبيره من البسكوت اللي حطينا عليه الزبده والميه وقلبناهم مع بعض. باي كوبايه عندي نظيف هبتدي اضغط كده عشان البسكوت يتكبس. بصوا بقى اتكبس ازاي بكل سهوله لان المقدار مظبوط اهو، شايفين اهي دي اللي انا بتكلم عليها عنها اهي. هعمل كده بضغط كويس قوي. عايزه بقى اعمل فورمه مدوره مثلا، يبقى هضرب المقدار في 2 أو 3. المقدار ده بالظبط بيطلع 6 قطع من التشيز كيك، يعني من 4 لـ6 على حسب الحجم. لو العين اضيق يبقى بياخد كميه اكبر، لو العين اوسع يبقى العدد بيقل. تمام كده اهو عندي كده زي الفل. خلاص انا مش محتاجه دول ولا البسكوت. يلا بينا، ده كمان مش عايزينه. يا ام شريف عامله ايه؟ احلى سودة، ازي حضرتك؟ يا رب يكرمك. احلى عيش وملح يا حبيبه قلبي، ويكون الخاين باذن الله العيش والملح والله. حبيبي يا رب يجعل بيننا الموده يا بنت مصر يا جميله يا شاطره يا كل حاجه جميله. تسلم يا حبيبتي، الله يكرمك وقفتك، وتسلم رجليكي، يسلم عيونك، كل حاجه بنعملها وراكي يا جميل. يا رب يخليكي، كل الناس بتسلم عليكي والله يا سودة حبيبه قلبي. ربنا ما يحرمني منك، وانتي بالصحه والسلامه وعلى حبايبك وعلى اهلك يا رب. علينا وعليكي اجمعين ودايما نورك يا سودة. بسكوت البرتقال يا سلام عينيا، ده انت يعني غالي والطرب رخيص، عيوني ليكي. تعالوا هنعمل بسكوت البرتقال، هعيده لك تاني بطريقه مختلفه. احنا عملناه في وصفات العيد لو تفتكروا، بس عيدته عشان خاطر ام شريف ما اقدرش ارفض لكم طلب ابدا ابدا. طيب كده البسكوت. يا استاذه وفاء، السلام عليكم يا استاذه توتة. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي كنت هسال حضرتك سؤال. عينيا الله يبارك لك. الله يكرمك. بتستعملي عندك يعني في البيت اللبن السايب ولا اللبن العلب؟ على حسب الوصفه، يعني لو بعمل مثلا رز معمر او بعمل وصفه دسمه بستخدم لبن بلدي بالكيلو من اللبان. لو بعمل وصفه عاديه مثلا كيكه مهلبيه الكلام ده بستخدم لبن شركات عادي. طب لو مثلا سايب لبن؟ لا لبن شركات. لبن علب؟ لبن العلب، يعني في شايب لبن بالذات، لكن اي وصفه ثانيه عادي اللي موجود قدامي بشتغل بيه، بس شايب لبن لا، ما اقدرش اعمله بلبن بلدي. بس كده. شكرا يا استاذه توتة، يسلم لي عمرك يا رب نورتيني. ما اعرفش ليه الموضوع ده، يعني انا من الناس اللي بشرب لبن بلدي عادي، بس الا الشاي بلبن ما اقدرش ابدا ابدا اشرب لبن بلدي، ما اعرفش ليه. هل بقى دي عقده منذ الطفوله ولا ايه؟ مش عارف، هو في حاجه اكيد في حاجه. بسال ماما هسالها اقول لها ايه موضوع ان انا ما بشربش الشاي بلبن ده بلبن بلدي، مش عارف. الله، والسعرات بقى اخبارها ايه؟ السعرات بتدي علينا اهو. كل اكله سعراتها كتير بتبقى حلوه للاسف. هنعمل ايه طيب؟ قولوا لي. هحاول والله الفتره الجايه نعمل وصفات يعني قليله الدسم شويه. انتوا عارفين ان احنا على طول تلاقوا في المقادير زبده وسمنه وسكر وحاجات كتير، بس هنعمل ايه؟ ما يطلبه المستمعون. احنا خلاص اصلا. بصوا بقى انا حطيت الجبنه وهحط كمان الزبادي. علبه زبادي 100 جرام دي حوالي علبه زبادي، يعني علبه بتبقى 105 جرام، فما كانتش في ال 5 جرام دول. حط زبادي وجبنه وسكر ونعمهم. لو يفضل كمان عشان تسمعوني، يفضل كمان سكر بودره، يعني ايه لو تقدروا تحطوا سكر بودره يبقى افضل. نعمت عندي، شايفين القوام بقى كريمي ازاي وحلوه جدا وانسيابي. هنقول مثلا الخطوه دي تاخد قد ايه؟ 3 دقايق. انا يمكن ايه مش هديها حقها قوي لاني عايزه ادي حق الحاجات الحلوه اللي عندي هناك، لكن انتوا 3 دقايق تبقى كافيه جدا. بروح نازله بالبيضه، بصوا بقى، والدقيق او نشا بس انا بحب الدقيق، وعصير الليمون لو عايزه بشر الليمون كمان ممكن تحطي، والفانيليا. في الخطوه دي انا مش عايزه البيض يدخل له اي هواء، بمعنى ان انا مش هضرب كتير، يا دوبك البيضه تختفي يبقى الموضوع عندي جاهز. هي اللي تشيز كيك بالسهوله دي؟ بالسهوله دي. شوفوا يا الموضوع انا عامله لكم مقدار صغنن ليه؟ عشان تجربوا، لو انتوا اول مره تعملوها هتحسوا ان الموضوع معاكم ايه ده؟ ما طلعت سهله اهي، والقوام ده مظبوط جدا. يعني بصوا اهي، لما اجي ارفع كده ده مثالي، بس ادوا السكر حقه في الخفق. لو هتستخدموا سكر عادي مش سكر بودره، فيعني ايه خدوا بالكم برضو من النقطه دي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الفورمه بتاعتنا اللطيفه دي ونروح نازلين هنا، ما بملاش القالب كله، 2/3
اهو. هتاكلوا بقى تشيز كيك زي اللي بتاكلوها في الكافيهات بالظبط. عايزه اقول لكم انهم بره بيعملوها على البارد انجازا، لكن المخبوزه دي هي الاصل. بصوا بقى انا بخبط بس كده عشان اساوي الوش مظبوط. بتدخل فرن سخن على 180، عايز تحطي تحتيها صينيه فيها شويه ميه نعملها على حمام بخار، ماشي حمام ميه. الكبيره لازم حمام ميه، ما ينفعش ابدا تدخل كده لان البسكوت هيتحرق لانها بتطول في مده التسويه. فبتدخل فرن سخن على 170 لمده 15 ل 20 دقيقه. بقفل الفرن، بقفل النار، بسيبها جوه كمان ربع ساعه عشان ما تهبطش او الاقيها كده سقطت من النص زي ما الكيكه بتاعتنا بتهبط. وبعد كده بطلعها تبرد تماما بره على رخامه وادخلها الثلاجه تسقع. واروح بقى للجمال اللي هناك ده، يعني عايزه اقول لكم من اول ما دخلنا من الفاصل وانا ايدي بتاكلني عايزه اروح هناك. وارقدي في سلام. هدي بقى النار عليها، النار حاميه قوي. تعالوا بقى نشيل حاجتنا عشان نختم مع بعض وزين بقى. اكتر فقره بحبها في الحلقه كلها لما يكون في حلويات نقف ايه نزينها مع بعض. بصوا بقى تعالوا، طب نحط البافل وينجز بتاعتي هنا، نقدمها كده وتشوفوا الصوص وهو متغلف بقى والريحه خرافه. يلا بينا تعالوا ننقل هناك اهو. يلا بينا. بصوا بقى الجمال والصوص عليه، الله. شوية بصل اخضر، هي بتقدم معاها كرفس وجزر على حسب بقى انتوا حابين. عايزين ساور كريم مثلا بالشبت وعصرة ليمون برضو بيبقى حلو جدا جدا. هاخد ايه بقى؟ هاخد معايا سكينة، وانا هاخد سكينة كبيرة شوية عشان مش هيقولوا لي دلوقتي نختم وانا ايه لسه بزين. طيب بصوا دي بعد ما بردت، بصوا بقى الجمال، يعني شايفين الشكل بتاعها روعة وشيك وسهلة ما انا هاكلها. انا عيني على واحدة اصلا اللي في النص الصغننة دي، هنخلص وهاخدها جري، مش هسيبها عشان لو سبتها مش هلحقها. طبعا التزيين ده بتاعكم انتوا، يعني عايزه تحطي توت، تحطي كريم شانتيه، تحطي اي حاجه في الدنيا، ورق النعناع معاها بيبقى تحفه. يعني تخيلي كده انت رايحه زياره لناس واخده معاكي بوكس مثلا مليان الجمال ده، مش هيصدقوا اصلا انت عاملاها في البيت. انت بقى قولي لهم ايه؟ دي عمايل ايديا. ان انت بقى عامله حاجه في البيت زي اللي بنشتريها من بره. ممكن طبعا احط فاكهه، ميكس فاكهه مثلا مانجا، بس انا مش لاقيه مانجا في السوق دلوقتي بصراحه. ما بتبقاش حلو قوي المانجا المجمده دي، يعني يمشي حالها لو انا محتاجه بقى ضروري، لكن في العادي لا. مانجا الفريش الحلوه كده اهو. انا كنت جايبه او يعني عامله حسابي في كريم شانتيه عشان احطه معاها، بس بصراحه انا يعني مش عارف، ممكن احطه في اخر اتنين اهو. هنختم حالا. انا عايزه اقطع معاكم اصلا واحده عشان اوريكم شكلها من جوه. نحط كده دول حالا 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 اهو. بصوا بقى اهي هقطع. تعالوا نقطع مثلا معاكم فين اللي لوحدهم دي مثلا، خلينا نقطع دي. بصوا انا هدي الاول رشه سكر بودره، ودي اختياري برضو، سكر بودره يجي على البطاطس اهي. سهله وسريعه وبتقدم طبعا بارده تماما، طعمها روعه ما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت طعمها خطير. انا بقى هعمل ايه؟ هقطع معاكم دي كده تشوفوها. ورب تكون الحلقه النهارده عجبتكم وتكون الوصفات نالت رضاكم، وتجربوا الوصفات ان شاء الله وتبعتوا لي. وهستنى مكالماتكم واتصالاتكم وكومنتاتكم وكل حاجه حلوه منكم. اشوفكم بكره في حلقه جديده على خير. هقطع دي معاكم، باي باي. We'll be right back.